من يدخل هذا الباب لا يعتبر أنه نهاية الحياة، بل العكس. في الجزائر يمكن للمسجون أن يحظى بشهادة تأهيلية تقوده إلى الحياة المهنية. نقول لكم ما تيأسوش، ما تقطعوش الأمل بربي، العبادة هي الأولى من باك ربي. وش نقول لكم، تكونوا ديروا ستاج كيما درت أنا، راني كنت كيما أنتم، عندي 5 شهور من اللي خرجت، 7 سنين حبس. ما أتمنى لكم ديروا ستاج، ماشي شرط لا مينوزري، ديروا أي حاجة كاينة، أنا لا سودور كاينة.